اول حاجه عندنا هنايا اللوبيا رقدتها ليله قبل، يعني حتى كتنفخ وما كتبقاش قاصحه كتولي رطبه. المهم كتغسلوها وتنقيوها مزيان تنطيبوها. انا كنسلقها واحد نص القهوه الاول باش كيتحيدوا منها دوك لي غاز اللي كيكونوا فيها. بالنسبه للناس اللي ما كتبغيش تسلقها ماشي مشكل، ممكن لكم طيبوها ديريكت. تقريبا واحد 700 غرام ديال اللوبيا. بالنسبه للشرموله اللي غادي نحتاجو، عندي هنايا حبه ديال مطيشه كبيره محكوكه، حبه ديال البصله محكوكه، درس ديال الثومه، معلقه صغيره عامره ديال مركز الطماطم. بالنسبه للتوابل عندي شويه ديال الملحه، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البزار، شويه ديال السكنجبير. المرحله الاولى اللي غادي ندير هي انني غادي نسلق اللوبيا نسلقها، من بعد عاد غادي ندير ليها القوام ونطيبها في مره. اذا كيف ما كتشوفوا من بعد ما تسلقات واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، صافي دابا غادي نصفيها من هذا الماء باش نديروا ليها الشرموله ديالها وتكمل الطياب. غادي ندير البصله والثومه يتشحروا مع شويه ديال الزيت البلديه، المهم تقريبا واحد نص كاس ديال العنبه. غنشحروها واحد شويه، مطيشة محكوكة، مطيشة الحك، واخيرا دابا غادي ندير العطريه. ونزيد طريف ديال الحمام المصير، وغادي نسدو الكوفت. Thank you.